من كل شيء عملتم وقت الانفجار لليوم، أهم مبادرة بالنسبة لي كانت هي مساعدة هالأطفال المشوهين. واليوم كبرنا أكتر وصرنا عم نساعد كتير من الكيسز اللي تشوهوا، يعني شو ما كان أعمارهم مش بس أطفال. فاليوم يارا هي كانت يمكن صورة، أول صورة طلعت عن طفل مشوه الوجه، والعالم كله شاف يارا بندوب وقطب على وجهها بتشبه خريطة لبنان. جروحات يارا التهبوا، فبالتالي الجرح التأم بطريقة شوي مش تقليدية، بمعنى أنه صار عالي وأحمر. من بعد ما نوصل أنه نقدر نروح هالإحمرار وهالتليف، بدنا نحاول نحسن قدر المستطاع بكل التقنيات اللي موجودة عالمياً حتى لحتى نحسن. هلأ قديش ممكن يتحسن له علاقة باستعداد الوراثي، ولكن كونه صغيرة هيدا كمان بيساعد على التئام أو على نتيجة أفضل. بجروحة مثل جروحة يارا وصلنا لنتائج نحن ممكن توصل ل 80-85%. بعد كل المبادرات والفيديوز اللي تدورون الناس، جانا اتصال من سفيرة لبنان بتشيلي، وهن حابين يكونوا بارت من هالمساعدة. فكان في مبادرة تشيلية لأطباء جراحين، كمان في طبيب معهم إسباني. بما انه في ان جي او جديده اسمها كراما، وحده من اهدافها هي حمايه الطفل child protection والمنتل هيلث والسايكوسوشيال سبورت للكل مش بس للاطفال. من بعد ما يارا رح تخلص كل هيدي العمليات والترميم يلي مايا مهتمه فيهم كمان للاخر، نحن ومايا وكراما رح نروح على الشق النفسي والشق العائلي اللي بعتقد بده كمان شغل لفتره كتير طويله. ومن بعد ما نخلص مع يارا رح نكمل لعائلات تانية غير عائلة يارا. إن شاء الله بنقدر نوصل لكل العائلات اللي تأثرت بالانفجار ببيروت، وهيدا هو التحدي الأكبر لكرامة اليوم. وقت اطلع بعيون يارا بتمنى أكون إنه عم شوف أمل، ولكن للأسف الشديد بشوف خوف، بشوف كتير خوف. بتمنى انه مع جو ومع مايا نقدر نرجع البريء، ورح نشتغل ونضلنا نشتغل لنرجع نرجع هالبريء وهالأمل بعيون الأطفال. اللي بدي أقوله لكل الناس، وهيدا الإصرار كتير كبير، بليز هالمساعدة من كل الأطباء اللي هن أهم أطباء بلبنان كله مجاني. ما تتطلعوا بهذا الموضوع انه هو اخر همكم، كل المطلوب بس توصلونا. نحن بحاجه انه نساعد اكبر عدد من الناس، هذا هو الهدف. وصراحه لالي بيقدم لي فرحه كتير عميقه، وبحسسني انه انا وجودي بهيدي الدنيا وجودي بلبنان له معنى. أول شي لازم خبرك قدي بشرب قهوة الصبح ليبلش نهاري، بخوف الرقم، لأنه يعني الفنجان الشاي عادة اللي بيشربوه العالم أنا بشربه قهوة 2 times. خبرك شي، أنا القهوة بالنسبة لإلي كانت ما بقدر حتى بتمي، يعني تاكيكاردي على بنروح على المستشفى. ذن حبلت بكاي أو شي، طبعا ما نضحك إنه المرة بتتوحم، أكيد المرة بتتوحم فور شور، شي رجع على راسها قصص غريبة عجيبة. واحدة منهم إنه أنا مغرومة بريحة القهوة، كيف بيرادوني بيعملوا قهوة بجيبوا لي إياها بضلنا قاعد هيك عم شم الركوة كل الوقت. هيدي أنا وحبلي، وقتها ولدت صرت بدي أشرب قهوة،
قبل كان في بسكويت، ما راح لكم شو اسمه لما اعمل دعايه للبراند، كان انا غرامي بجيب الفنجان القهوه بقصم البسكويت اثنين ببلش اعمل لها هيك واكلها. بعدين لقيت حالي انه انا بلشت اتحول من انسان عادي لفيل. رحت عند جدتي سيان تبعي بدي اقول لها هاي لرامونا، قالت لي مايا طب خبريني عن روتينك انه شو بتعملي من الصبح بس توعي. قلت لها انا بوعى بعمل قهوه باكل معها بسكويت. قالت لي برافو كم بسكويت بتاكلي؟ قلت لها يمكن 4 أو 5 انه هاي ترويقتي يعني. قالت لي ايه نورمال شو هو البسكويت؟ قلت لها قالت لي بتعرفي كل بسكويت انت بتاكليها هي قد قبعه خبز. ف وقفت رجعت على حجم الطعم. يلا بلشت تغلي القهوه تشربها وسط. من أشيك مرات القهوة ممكن تشوف. أوكي طبعاً هلا إذا أمي شافت إنه أنا فورت القهوة بدنا نخبر مشروع كيف بدنا نقبع الغاز تنطفو إلى الأعماق لأنه ما فينا ننام بالليل القصي دي. بلو فيا مام شوفي ناس عليك أكل ميك أب بعتقد أو أكل شي وهلة أو هيك. غريس في فوند تاع وجهه للصبي الصغير. انا بحط نقطه مي للقهوه هيك بينزل الطفل بيقعد تحت القهوه وبتصير القهوه رايقه. امي كانت تقول لي شي مايا نقصتيها للقهوه انه هيك بتنقذها هي بمي بسقعه. هلا انا عاده بنطر بعد شوي عليها بس هلا رح احطها ما بحبها تكون ابدا معوكره بس اوريدي منا معوكره. ماي فيفورت سبوت خليني ظبطها قبل ما تجي شوف شو حتعمل هلا بس لانه رح تشوفني عم ظبط. هلا انا فعليا مش عم ظبط عم كذب بس هي بس لخليها تغسل. يا برني اللي عم يشتغل يا برني. جينا فتحنا قلت لي بدك تنقي بدك اياه فتحنا العلبة وقمت انا بس عملت هيك او عملت هيك راحت نقيت من غير ما احط. شو عملت لهي تقطع علي الطريق نهائيا؟ نقيتهم عملت لي هيك اكلت هزين سكرته قلت لي حبيته اللي نقيتيه انت. يلا هيدا انا بدي هيدا. هي بدها هو اثنين وما عندها مشكلة. هيدا انت حطيتي اصبعك علي. انت قلتي اليوم والميكس والفوتبول مش كله اذا ما عبيت حتى الغاني اذا ما اقتنعت فتحوا شوي باللي حبيته لقيته لقيته حبيته ولا حلو. اضحكت اضحك لك الدنيا بعلم بيرفكت مشي حال الحمره. ليكي شو حلوين ليكي شو حلوين ليكي شو لابقين لي حقيقه انا ملاقيتها غامضه جيبوا اعطيني 100 100 اعطيني 100. What are you doing؟ رح اقول الحقيقة انا كنت احب حواجبي بطريقة هلا صرت بحبهم مثل ما انا بحبهم. اقتنعت ولقيت انه هي معها تمي مش رح لاقي انه هي معها مش مسيبة قصمني هذا بالنص اعطيتها حواجبي اعطتني كم لا تعني لا تعني ما ماما بتخاف علي؟ بتخاف علي أكتر أنا ولا الطنجرة؟ إذا الطنجرة جديدة سألت لي إذا الطنجرة جديدة إيه بخاف علي أكتر حرام عليكم هاي بتخاف علي
علي اكثر ولا على التبروير؟ لك على الوتر الحساس. بس انتبهتوا انه ما عم بتجاوب. بتخافي علي اكثر ولا على جريس؟ اثنينتكم. ليك شو سارين الجواب عن جد؟ نقطة ضعف التبروير. اثنينتكم انت وياها. بتخافي علي اكثر ولا على اذا الصينية التفال مجروحة نحن عم نشيل كبة؟ بتكونوا انت جرحتيها اكيد بدي ازعل. ما بتجيبها ولا شيء. بس انا كنت حبيت شو فرجيكم العلاقه الانسانيه بيني وبين امي وعلاقه بين انا وامي والبلاستيك. يعني البلاستيك المرتب بدك تقولي تفروير. عن جد انت ما بتقارني بحيالة بلاستيك مرتب. جيبوا لها دعايه بليز. طيب ماما كي او الطنجره؟ تخبرني ان شاء الله. مين؟ كي. يعني ربحت الطنجره تخبرني. يعني خلينا نفهم. طنجرة لا كي طنجرة تبروير مايا هيدا هي التراتوبية. مرسي. وحياتها لعيون توعدوا شو حاعمل بمايا دياب. ما بكون انا داني اذا ما حبكي العالم عليها. بس ما بدي ردة فعل. مايا مأذية يعني ممكن ترجع تردها بطريقة ضخمة. يعني جينا لعندها الصبح ركنا في حي بالبيت فتنا بلشنا ميك اب طلعنا قلب ما بيشبه الكليب. يعني عم بتطلع يمين شلون عم شوف اذا في شي ضرب من الشباك ولا خالصة. الله يستر. سابن سكس بيت بريز يوم الطقس هيك غريب شوي. My favorite spot. في حتى الصبح اطلب بنات لموديل جاي. تفضل اهدى. مامي. ما تروح ما تروح ما تروح ما تروح. What did you eat? What did you eat? What did you eat? You ate a flower? حس حالي كأني مسافرة مني بلبنان بس أنا بلبنان ورفقاتي صاروا ملاقين الطريق لعندي قريب وسهل بيجوا لعندي. بتسبح كل يوم بعمل سبوري صرت أعمل سبوري أكتر من قبل إنه إذا بتخلصوا اليوم بكير إن شاء الله يا رب بعمل سبوري. بتعرف كم معدة بعمل أنا بالنهار؟ أوقات بعمل 600 أوقات بعمل 700 وأي بروك هون الرقم الأعلى رقم وصلت له 820. فينا نجرب؟ أكيد. Let's go. هيدا المطلع كتير رقيق بس ما عليه رح أعمل سبور. بس فينا قبل تلفن لغيدة تما أعمل شي غلط وتبهدلنا. بونجور هاي ليكو غيدة. شوفوا قولوا له هاي. بدنا نعمل معدة قد ما بدك. قولي رقم. لا قولي الرقم. يلا قولي قد ما بدك. 500. 500 is nothing man. يلا 500. في برغشة بعيني. 6 7. ليكي غيدة إذا بتعدي غير عدة مثل العادة بضلوا ناقص. 3 4 5 6 7 8 9. بس بدي أقول لك إنه ما عدت قد بعد فيه 50 1 2 3 4
كريستيانو رونالدو بيعمل 142 ب 45 seconds. بس اكيد رح قلكم شو بيعملوا، ما بيكون عامل سبار قبل 500 لاعب. يلا 45 seconds عايدة. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. احنا رايحين نتسبح. ما حدا يسأل ليه نحن على البحر. أنا كل السنة ما بوقف أنزل على البحر، حتى بالأيام اللي بتكون فيها شمسة بالشتوية بنزل على البحر. وعندي أحلى رياضة هي بادلينج، واليوم ضاهرين مشوار أنا والشباب. Let's go. إن شاء الله ما يكون حدا عم بيتمنى لي إني أصحى. لازم شيل الميكرو. Where is my GoPro? That's it. بدي اروح عند الشباب اكل سمك. واي الكاميرا هلا اكلت من ايديهم سمكه نيه، هن مصيادين ومكملين المشوار. Let's go. لا ما راح احكي عن حالي ولا احكي عن السنة مش وحدة. لا ما بصدق.